السلام عليكم متابعي قناة درا وأبدع، كيف حالكم أصدقائي؟ في فيديو اليوم رح نقدم لكم شخصية. هاي الشخصية من شخصيات من ضمن شخصيات مصاصين الدماء على ما أعتقد، وهي شخصية آياتو. طبعا هاي الشخصية أنا ما بعرفها، بس بحثت عنها على بناء على طلب الجمهور وطلعت هاي الشخصية، وشخصية رائعة كثير كثير، وأنا شخصيا حبيتها، وأكيد رح نستمتع برسمها وبالخطوات أكيد. ويلا نبلش. بداية سوف هو ينظر إلينا، إذا الخط سيأتي عريض بهذا الشكل ومستقيم، وسيأتي الخط الطولي بالمنتصف. إذا كنتم لا تستطيعون أن ترسموا الخطوط الأولية بأيديكم، فبإمكانكم أنكم تستخدموا المسطرة، لكن المعتادون على الرسم دائما لا يكترثون لذلك، يرسمون بأيديهم طبعا مثلي. على العموم خلونا نكمل. طبعا عيونه حادات، طبعا رح نرسم العين اليمنى، بيجي خط مائل بهذا الشكل، بعدين خط هيك نطبشه شوي كسرة صغيرة، أنا مش مطول الخط هيك بكفي، بعدين نهود الخط هيك للأسفل، نعمل كمان خط مستقيم هيك للأسفل طبعا ها، ومن الأمام رح نعمل هيك كمان. ما انتو شايفين مستطيل الشكل بهذا الشكل. هاي العين الأولى، بنبعد مسافة للعين الثانية. العين الثانية رح تيجي من هون كمان، رح أطبق نفس الطريقة، أميل أرسم خط مائل بهذا الشكل، وبعدين رح أرسم هيك. يعني شو ما كيف ما رسمت هاي العين رح أطلع عليها وأقلدها بس بالطريقة العكسية. كمان رح أرسم خط هذا الشكل. طبعا هذا هيك بالأول بنعمل، يعني هيك كتخطيط أولي، بعدين بنبلش نزيح هيك بنسبة الأيلاينر بالعين هذا الشكل، بنخمل بهاي الطريقة زي ما انتو شايفين هيك، لأنه الأيلاينر بعينه خميل شوي، وكمان في الأسفل الخط بيجي خميل، يعني هو بالنهاية بيتلون بالتخطيط الأسود هذا الشكل. كمان بننتقل لهاي العين نفس الشيء، بنخمل هيك، يعني من الأمام مش يعني يكون خميل كثير، هيك يكون أرفع شوي هذا الشكل، لأنه بصراحة العينتين اللي أنا برسم منه شوي فيهن اختلاف إذا بدي أدقق بالخطوط. رح كمان أرسم خط بهذا الشكل هيك رايح لهناك، من هون أخمل خط الأيلاينر، وبعدين رح أهوده هذا الشكل للأسفل، وهيك رح ألونه بالرصاص الخفيف مشان يعلمني إنه هذا الخط غامق هذا الشكل. طبعا إله جفن، طبعا هذا جفن العين، وهسا رح أرسم دوائر العين. طبعا هيك الدائرة الأولى هذا الشكل هيك بجان بيضاويات شوي، بؤبؤ العين بيجي هيك مطاول مثل البسة تقريبا، كمان هون نفس الشيء. يكون العيون ملائمات لبعض، كمان البؤبؤ بيجي هيك مطاول مثل بؤبؤ البسة لأنه هو مصاص دماء. طبعا الحواجب بيكون هيك، يعني ارفاع بس مش طوال، هيك قصار هذا الشكل. هيك بس، هيك بس حواجبه بجان. طبعا الانف، طبعا هو لانه شخص بالغ الانف بيجي طويل مش قريب من العيون، نعمل خط بهذا الشكل، بعدين بنيجي لهون بنعمل كمان خط هيك مائل بهذا الشكل هيك، نعمل هون نقطة بهي الطريقة. طبعا هذا الأنف، طبعا الفم بيجي طبعا مبتسم هيك ابتسامة زي ما بيحكوا ابتسامة هيك زي ابتسامة الشر، أبصر كيف
مصاصين الدماء يعني شو بده يطلع منه هذا الشكل. ثم رح يجي طبعا من ميل هيك الخط فاتح تمه شوي هو. طبعا في جوا تمه نرسم قوس بهذا الشكل. طبعا هون انيابه لما انتم شايفين انه هيك مسكر اسنانه في له انياب من هون. وطبعا شو ظل علينا هالكتمة. هيك رسمنا تقريبا ملامح الوجه. هسه وين انت بده يبين على الاخير لما نرسم الوجه والشعر اكيد. طبعا رح ابلش ارسم من الوجه من هون بهي الطريقة. طبعا لحيته تيجي طولها لهون هيك لفوق بهذا الشكل. يعني اول مرة بستخدم هاي الطريقة ببلش من تحت لفوق بالوجه لانها لحيته صغيرة هيك رفيعة كمان. نزيح الخط لهون شوي وبعدين نطعجه بهذا الشكل. هاي طريقة هسه بدنا نرسم شعره مشان يبين اكثر مع حدود الوجه لانه انتم بتعرفوا انا دائما ببلش بالملامح الوجه وبعدين الوجه نفسه وبعدين الشعر مشان نكون دقيقين بالرسم يعني ويكون الرسم كثير سهل بالنسبة لكم. طبعا رح اقوم برسم هذا الخط اللي هو خط الجبهة مشان يبين لي قديش حدود الجبهة اللي طبعا مش رح تبين جبهته كثير لانه 90% راسه شعر كله. هسا بداية رح ابلش بالخصلة الاولى. شوف الخصلة الاولى من وين رح تيجي من فوق يعني من هون من فوق الخط لعند طرف الحاجب لقدام هذا الشكل. بعدين رح كمان اعمل خصلة من هون بس رح اسكرها بهذا الشكل. كمان خصلة قريبة منها ورح اسكرها بهذا الشكل. كمان خصلة رح تيجي هون يعني قريبة من حفة العين الاخرى هذا الشكل ورح ترتفع لفوق. بوقف الخط هسا. طبعا في له كمان خصلة شعر نازلة بس للاتجاه العكسي بهذا الشكل. يعني شوفوا كيف تصميم شعره. كمان رح تيجي خصلة اطول منها فوق الخصل اللي ميلات لهونيك وبهذا الشكل. وبعدين رح ارسم الخصلة هاي متجهة لهناك يعني للجهة اليسرى بهذا الشكل. بعدين بقية الخصل مهودات بهاي او مهودين بهاي الطريقة هذا الشكل زي ما انتو شايفين. طبعا هاي الخطوط بتلمسح اللي في اللي يعني زي ما انتو عارفين مش رسمنا هيك الخطوط لهناك. بعدين هاي الخصلة لانها اجت فوقها. وطبعا كمان في هون من هون لهون كمان خصلة رفيعة بدناش ننساها هيك رفيعة ارتبط من هون لهون. نمسح الخصل اللي تحتها. شايفين كيف هيك الشعر كله راكب فوق بعضه. يعني اشي رائع تصميم مميز جدا تسريحة رائعة. كمان رح انتقل لهون زي ما انتو شايفين هيك الشعر رح يجي. كمان رح تيجي فوقه خصل هذا الشكل مايلي لهناك. بعدين خصلة مهودة هيك قريبة على حفة العين الثانية يعني من هون هيك بهذا الشكل. رح امسح هاي الخطوط مشان ما تخربشناش. بس خط العين يعني مناش نمسح وخليه. طبعا رح ارسم تكملة الخط الشعر بهذا الشكل. بعدين رح اميل كمان خط هيك. بعدين ببلش الخط وين يتجه لهنا هيك تسريحة شعره مايلة لهناك. هسا خليني انتقل هون تشوف حد راسه
حد راسه رح يجي من هون هيك خصلة، بعدين كمان خصلة هيك، بعدين خصل هذا الشكل. طبعا هون اذن، عفوا في هون الاذن نسيت، يمكن هون المفروض انا بالاول اللي رسمتها، بس قبل الاذن خليني ارسم خصل بقية خصل الشعر هيك للاسفل. يعني مهم جدا انكم كمان تتعلموا، يلي حابب يتعلم كيفية رسم خصل او تركيب خصل الشعر على الانمي. وطبعا هسه بننساو نرسم كمان خصل هيك، يعني شعره رايح ولا ورا ولا قدام شو ما بدكم. طبعا من هون بكلين خصل، يعني بيتخفف الاشي، بعدين من هون بكمل الواحد الخصل ورح انتقل لي الجهة الأخرى من رأسي. من هنا كمان رح أرسم هذا الشكل، وبعدين رح أميل خصل للخلف ورح أبين الأذن الأخرى. هاي الأذن الأخرى بينتها، يعني معني المفروض أرسم الأذنين بالترتيب يعني، بس الشعر هيك اخذ راسي بعرفش شعر. بعدين رح ارسم خطوط بهذا الشكل، وكمان رح اعوض خط هيك للخلف بهذا الشكل. طبعا رح اساوي الرقبة، رح ارسم الرقبة. طبعا هو شاب، اذا رقبته رح تيجي من هون زي من حفة طرف عظمة الوجه من هون لهون. هسه هو لابس ربطة في رقبته، يعني الربطة رح تيجي لهون بهذا الشكل هيك، يعني هو تصميمه. بعدين برسم هيك ربطة العنق، يعمل خط بهذا الشكل، بعدين منهود خط من هون هيك يجي الخط الثاني هيك كمان. مهود للأسفل بهاي الطريقة. طبعا من هون رح أكمل خصل الشعر، تيجي أرفع من الأسفل من هون هيك تمام. رح أرسم طبعا هو لابس زي كبة القميص اللي لابسها هذا الشكل، حامل خط هيك وهود الخط بهاي الطريقة كمان نفس الشيء. من هون حاول أقلد هاي الكبة نفس ما عملتها. طبعا هيك رسمنا آياته زي ما انتو شايفين، اول شاب حلو معنا. طبعا رح بس امسح الخطوط الاولية مشان ما نتخربش بالخطوط، طبعا بتبين اكثر الصورة بس تتحدد اكيد. هيك بس اعمل خطوط الشعر، طبعا خليني بس كمان اكمل الكتف من هان من هان. طبعا خليني اكون دقيقة لانه في له هيك خطوط بيضة هذا الشكل من هون. طبعا خلص هيك، مش حابب كمان اثقل في الخطوط لان الصورة اللي بنكل عنها زي محدودة شوي في ال تمام. هيك تقريبا وصلنا لنهاية الصورة، بس ضايل اخر اشي هون زي في حفة زي ما انتو شايفين هون هيك. بس انا يعني مش رح حاليا ارسم هذا الخط، هو خط دم هيك جاي، بس مش رح ارسمه، رح بالالوان ارسمه يعني في الفيديو
الجاي. طبعا هيك وصلت لنهاية الصورة بالرصاص. طبعا زي ما حكيت لكم قبل راح استخدم قلم سمول لتخطيط الوجه وقلم الميديو للشعر والملابس. وطبعا مضطرة اني احكي تسريع مشان الوقت يا اصدقائي، وتسريع